السلام عليكم. عليكم السلام، من وين أخونا؟ أنا من السويد. تفضل حبيبنا. أنا عندي ابني وجالس معي، عنده سؤال ممكن تجاوب لي عليه؟ الله يرضى عليك. تفضل. الواحد يترك الصلاة هو كافر في الإسلام؟ لا، اللي يترك الصلاة ترك الصلاة عمو. أولا السلام عليكم عمو. الله حبيبنا. ترك الصلاة مرة إنسان يتركها تكاسلا، مرة يتركها بقضية أخرى، فهذا لا نقول أنه كافر. لماذا؟ عندنا إحنا شيعة أهل البيت سلام الله على محمد وآل محمد، عندنا لا نكفر هكذا. الذي يقول جحودا، يعني يجي واحد يقول ثبت عندي الدليل أن الصلاة من الله تبارك وتعالى وأنها فرض وأنا علي وأنا أجحد هذا الأمر وأتركها جحودا، هذا الذي يكفر. أما الذي الذي يتركها هكذا فهو عمه لا يكفر، لكن الله تبارك وتعالى أوجب على الإنسان الصلاة، لأن إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. فترك الصلاة بأي حجة؟ إذا عرفنا الحجة عند ذلك ينزل الحكم عليه. لكن المحافظة على الصلاة واجب شرعي، محافظة على أوقات الصلاة واجب شرعي. القرآن ذم الذي يتكاسل يا عمو على الصلاة. شنو يتكاسل؟ يلا بعد شوية خل ألعب هذا الجيم، أشوف هذا الفيلم، أشوف ما أعرف إيش، أطلع وأرجع. لأن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني هنالك وقت وهنالك فضيلة. أنت يا عم الحبيب إذا صليت مثلا صلاة الصبح بوقتها ولا صلاة الظهر بوقتها، أنت راح تشعر أنه يومك سعيد، وقتك سعيد، تشعر أنه أنت شلون سنقول مثلا أنت ما صليت، أكو فد نداء من داخل القلب، من داخل قلبك يقول لك أنه أنت مقصر، مذنب في شيء. لكن لو أنت مثلا من الصبح اليوم، من الصباح اليوم صليت صلاة الصبح وقعدت، تقول له صباح الخير بابا. من يقول له صباح الخير بابا؟ أنت من داخلك كأنما دا تضحك في وجه أبيك وتقول له شوف بابا. أنت ما تنطقها بس تقول له صباح الخير بابا، أنا قعدت الصبح بابا، صليت، أنا مأدي فروضي. أنت من الداخل تعيش سعيد. شلون؟ هذا كلامي أنا، كلام. كيف نعرف هذا الكلام؟ تجربه عمو، جربه وداوم عليه، سترى أنك سعيد لأنك عبدت الله تبارك وتعالى كما أراد. لأن نحن نعبد الله من حيث هو يريد، لا من حيث نحن نريد. بعد شوية، بعد كذا، بعد كذا. فعمو تارك الصلاة تكاسلا أو كذا، هذا يكون عاصي، نعم عاصي، لكن يكون كافر؟ لا عمو، أنت لا كافر ولا هاي، وتتوكل على الله وتغتسل وتصلي، ومن تصلي شوية تجي الصعوبة، شوية مضايقة، اليوم باردة، اليوم كذا، اليوم كذا. لكن العزيمة، احنا قوياء بالعزيمة، ننتصر على هذا الأمر ونقتحم العقبة، ويصير تعود علينا، ويصير ترك الصلاة هي ذنب، تشعر انه ضيق. الله يبارك بيك ويحفظك لوالدك ويستر عليك وعلى عائلتك الكريمة يا عمو. بس عمو إذا أنا أقول الصلاة ليس مهمة. عمو أنت الآن في مقتبل العمر تقول الصلاة مو مهمة، هذا الكلام غلط، هذا معصية لله تبارك وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وآله كما قلت الصلاة هي يسموه عمود الدين. عمو تعرف الخيمة؟ خيمة إذا سحبت العمود كلها تسقط، هذا العمود البيم اللي بالوسط، إذا سحبت العمود كلها تسقط. فالنبي صلى الله عليه وآله مثل الصلاة بهذا العمود، فما ممكن نقول مو مهمة، لأن إذا قلت مو مهمة الخيمة كلها تسقط. فالصلاة مهمة، لكن هنالك حكم على تارك الصلاة. بعض ينفرون شبابنا من أمثالك الكرام عموي، ينفروهم أنه يسوي لهم الدين كأنه صخرة جبل على صدره. لا عموي، مسألة بسيطة. شلون تعرف المسألة بسيطة؟ تجرب مرة. طبعا أي عملية من تجرب أول مرة
تكون أول مرة شوية بيها مضايق أو صعوبة، لكن تجرب بمرة ثانية تشوف أسهل. مثل أنا أضرب لك مثال عمو، إحنا عندنا امتحان ليفينج سيرت أو هذا يسموه البكالوريا، شو نسوي؟ قرينا الكتاب أول شيء عندنا خوف من الامتحان، قريناه مرة ثانية الخوف قل، ثالثة أربعة حفظنا الكتاب، المسائل المعادلات حفظناها، الله وكيلك احنا كنا وانت هسه اذا حافظ المسألة تروح بس تريد الامتحان يجي حتى تكتب الأسئلة تقبل على الامتحان. ليش؟ لان عندك استعداد كامل. فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام علمونا أن نقبل على طاعات الله تبارك وتعالى وعلى الآخرة. اسمع ماذا يقول عنك عمو أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول الإمام عليه السلام، يقول خرجت أنا وأبي حتى إذا كان بين القبر والمنبر وإذا هو بأناس من الشيعة، أناس من الشيعة، شوف الاتباع ماذا يؤدي. يقول فسلم عليهم فردوا عليه السلام ثم قال إني والله لأحب ريحكم وأرواحكم فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالعمل والاجتهاد. من ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله، أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون، السابقون في الدنيا إلى ولايتنا إلى ولايتنا، والسابقون إلى الآخرة إلى الجنة، وقد ضمننا لكم الجنة بضمان الله وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ما على درجات الجنة أحد أكثر أزواجا منكم فتنافسوا في فضائل الدرجات، أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عينا وكل مؤمن صديق. فالإمام عليه السلام يعلمنا أن نتنافس في طاعة الله، ومن أجلى وأبهى صور طاعة الله تبارك وتعالى هي إقامة الصلاة يا عمو. الله الله في صلاتك، ولا تستخف في هذا الأمر، لأنه المستخف بالصلاة آيس من رحمة الله تبارك وتعالى إلا أن يتغمده الله برحمته. فيا عمو استمر بالخطوة الأولى والخطوة الثانية وراح تشكرني وتقول رحم الله والديك، أنا بديت بصعوبة والآن أجدها سهلة، بس وعدني أنه تغتسل، صب ماء على رأسك كامل، تغسل الكتف الأيمن وكل الجسم، تغسل هذا الأيسر، وتنوي أنه هذه الغسل غسل طاعة قربة إلى الله، أسير على طاعة الله، ونام ورح تنام وأنت مرتاح. الله يحميك لأهلك عمو، جزاك الله خير الجزاء، رحمة الله على والديك. حجينا العزيز، مسألة الصلاة إذا كسل الإنسان عن صلاته، ذكرت هذه المسألة. المصيبة من عندهم حجينا يكسل عن صلاته، والتي هي من صفات المنافقين، عندهم من صفات الله ذكرها في القرآن، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طيب من عندهم؟ عندهم شخصية مهمة جدا تكسل عن الصلاة، هذا في صحيح مسلم، يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لزينب
زوجة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. طيب، هذا زينب زوجة النبي صلى الله عليه وآله. طيب، من بعد؟ لا، هناك من هو أكبر يتمتع بهذه الصفة والتي هي الكسل عن الصلاة. هذا صحيح الجامع الصغير وزيادات محمد ناصر الدين الألباني، يقول كان، طبعا الحديث عن عبد الله عن عائشة وهو حديث أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، يقول كان لا يدع قيام الليل النبي صلى الله عليه وآله، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. الراوي عائشة الألباني صحيح. الله تبارك وتعالى يصف هذه الحال، حال المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والنبي صلى الله عليه وآله وزوجاته يكسلون عندهم عن الصلاة. الله يحفظك. شوف سيدنا هذا يقول والله حج وعد، والله العظيم يا أخواني تفرحون بهذا الكلام، والله يعلم وسيد يعلم الظروف، لكن من نسمع هذا الكلام يقول والله حج وعد. حضرتك والسادة الأفاضل الباقين أصحاب فضل كثير على الناس، على كثير من الناس. أنا طالب جامعي 21 سنة، يعني مو كبير بالعمر هواي، بس أشعر بفرحة لما أتبرع، وأتمنى لو عندي أكثر. جزاكم الله خير الجزاء يا عمو، الله يوفقك ورحمة الله على والديك، والله ينجحك في دراستك، وأسأل الله أن يبارك بهذه التربية ويبارك أبو حجي أبو مصطفى، بارك الله بكم ووقيتم إن شاء الله. بس الولد هو من مواظبين للصلاة، بس شغلة واحدة بي إنه أخوته إذا ما صلى دعاهم بالكفر، وأنا حبيت يعني أتكلم معكم لأنه هو يضغط على أخوته ويرميهم بالكفر. لا، لذلك حبيت أسأل الأستاذ وعد حتى تقتنع إنه هذا وأنا وأنا طيني أعطيني طيني أعطيني أعطيني خلحت شوية. السلام عليكم عمو. عليك السلام عمو. أنا أريد أسألك سؤال. طبيعة الإنسان، أنت طبيعتي حب الخير للآخرين. نعم، رحمة الله على والديك. والدليل على ذلك أنا الآن عندك، أنا أحب المانجا الباكستانية، وعندك اثنين حبتين مانجا، وأنا جيتكم ضيف، تحب تطيني وأنت تحبني، تحب تطيني من هاي المانجاية الثانية لو لا؟ إيه؟ تحب صح ولا لا؟ تحب؟ نعم؟ نعم نعم. طيب الآن أنت مواظب على الصلاة والحمد لله رب العالمين، تحب أنه اللي أنت بي ينتشر إلى أخوتك وأصدقائك وإلى كل مكان، تحب هذا الشيء لو لا؟ رحمة الله على والدي. عمو الخير ينتشر بالكلمة الطيبة، الخير ينتشر بالهدوء، الخير ما ينتشر انه تصد المقابل وتقول له انت اذا فعلت كذا كفرت، اذا فعلت كذا سويت، اذا فعلت. هذول اخوتك مو في عقلك، وحتى في ناس اكبر منك مو في عقلك، هذا شكر لله تبارك وتعالى. فلا تقيس الاخرين على عقلك، انت الله تبارك وتعالى حفك بهذه النعمة، المفروض ماذا تعمل؟ مفروض تنشر هذه النعمة وتعلم أن أخاك وأن أختك لا يحملون الفكر الذي تحملهم. طيب شو نسوي؟ مثل ما احنا وأولادنا شوية شوية وياهم نقولهم، ما نقولهم سووا هذا الأمر. أنا لو منك الآن أجي لأخويا أقول له شو تقول أخويا لو نسوي هذا الأمر؟ أطرحها على سبيل الاقتراح، ما أطرح على قوم مش يصلي، لا، أقول لك شو تقول لو نفعل هذا الأمر مو يكون أفضل؟ نريد نلعب، شو تقول؟ والله لو نرتاح ونصلي الآن وبعدين نلعب، شو تقول لو تصلي هسه؟ ليش؟
لأن كل ما طرحت هذا الأمر بأسلوب طيب لإخوتك أو لأرحامك يتقبلون منك. أما إذا صد مثل أنا بالبرنامج الآن عمو، أنا ما أقدر أقول للواحد فلان كافر فلان كذا أنت لعنة الله وواجي، طب ما يسمعون مني ليه؟ لأن فعلا هو أسلوب. ولذلك الله مدح نبيك وقال شوف إنك لعلى خلق عظيم، وانتبه إلى هذه جيدة. ماذا قال النبي؟ قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف هم يعبدون الصنم ويئدون النساء، بس النبي ما قال لهم يا عديمي الأخلاق، أنا أريد أعلمكم الأخلاق لأن أنا عندي أخلاق وأنتم ما عندكم أخلاق. قال لهم أنا بعث لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أنتم عندكم أخلاق وأنا أكمل عليها. شوف مع العلم هم مشركون، ولكن قال لهم أنا أتمم. ليش؟ لأن يحترم الكرم اللي عندهم، يحترم الغيرة مثلا اللي عندهم، يحترم الكذا اللي عندهم، ما صادرهم جميعا وقال لهم كفار وكذا وكذا وكذا. فأنت أخوتك أخوتك الآن لا تصادرهم شوية شوية، لأن أنت بن خير، أنت خير بداخلك، فحاول توزع منقى لإخوتك، لأن أنت الله كارمك وعندك سلة كاملة من الخير، فحاول تتحب لهذا حب لهذا حب لهذا، وإن شاء الله تصل إلى الطريق يا عمو. الله يرحم والديك وجزاك الله خير الجزاء. الله يحفظك يا عمو، رحمة الله عليك. جزاك الله عليك خير أستاذ وعد، الله يحفظكم ويستر عليكم إن شاء الله. سعد كنا ناكل منقى إذا نجيكم للسويد إن شاء الله. مرحبا بكم. الله يحفظك، رحمة الله على والديكم. سلام للجميع أستاذنا العزيز السيد. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك، الله يبارك فيكم من زمان يعني. الله يحفظك ويحفظ عائلتك، وهذا الولد طيب طيب ويريد الخير وحافظ عليه وبالكلمه الطيبه. الله يستر عليك. احنا هم المتبرعين، ترى الاوائل المتبرعين، احنا من الاوائل. الله والله انا تكلمت وياك مو لان انا ما كنت اعرفك متبرع، انا دائما شوف احنا مشروعنا الان الاخ بدر تبرع ايضا جزاه الله خير الجزاء، يقول لسيده الزهراء عليه السلام من احد الدول الخليجيه. احنا اخواني من أمثال هذا الأخ، والله أقسم برب الكعبة لو أنا الآن فاتح القناة وموجود هذا الأخ لأخليه هو أخليه هو يجيب الناس إلى الهدى الذي هو عليه وإلى الوقت. هذا الولد بس يراد لواحد يحتضنه حتى هو يكون مبشر، هو يكون يعني مبشر لفكر محمد وآل محمد، لأن هذا عنده الخامة، بس يراد له صقل. غاية القناة انه يراد مثل نحتضن هؤلاء. نعم مولانا. لا هو من يعني قارئين جيدين، يعني صور الكافي عنده بالانجليزي جاي يقراه يعني بلهم حقيقه، بس هو تحديه بالتعامل ويا اخوته، يريدهم يصلون اجباره ولا يربيهم بالكفر. قلت له هذا ما يجوز. عافيه عافيه، بس خليه يترك خليه بالكلمه الطيبه، خليه على هذا الطريق وإن شاء الله الله يوفقه ويسمعني. الله يوفقه، الله هذا موفق عمو إن شاء الله. في اليوم أنت إن شاء الله راح تصير عضو بالقناة يا عمو إن شاء الله، واللغة الإنجليزية والعربية، حضر نفسك. أي والله الله يحفظك يا عمو. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا جزيلا. طيب أنا والله تعبت إخواني،